ولا رمزي؟ ايه دول؟ جبنا عريس لسناء. ايه ده؟ عريس لسناء عشان يتجوزها؟ امال يعني عشان يطلع لها بطاقة عائلية؟ ليه عادل بس كده؟ انت عايز تتجوز اختك وخلاص يا عم. طب ايش عرفك ان هو مش هيطلع يعني كويس، وهيجي يطلع عينها في الاخر ويرميها هي واولادها في الشوارع ويروح المحل ويطلقها في الاخر؟ ايش عرفك؟ ايه يا ابن السيناريو اللي انت عملته ده؟ ما احنا هنسال عليه. طيب يا دولا يا ابن عمي يا حبيبي، طالما انت لسه هتسال عليه يبقى اكيد مش كويس، لان كويس عادل بيبان. يا سلام، الكويس بيبان ازاي بقى؟ بص لي، انا محتاج تسال عليا ولا محتاجه بصلك اصلا؟ يا دولا يا ابن عمي، ما هو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. لا بالعكس، في حالتك دي اللي ما عرفوش، اي حد ما عرفوش احسن منك. والله رمزي، انت عايز تتجوز سناء؟ ما دام قلت يبقى طب يا سيدي، وطبعا عشان انت ما عندكش شقه فهفضي لك اوضه انا ورانيا وننام احنا في الصاله. لا خالص، ما تقلقش نفسك عادل. بص انا ممكن انام اسبوع بره في الصاله وانت اسبوع في الاوضه، يعني ونقعد نبدل مع بعض كده، وندهن بس الاوضه يعني وشين كرومبي كده. كرومبي؟ ونغير المرتبه المسوسه علشان بتوجع لي ظهري قوي، وانا هبقى اجيب مرتبه لما اجي انام في الاوضه بتاع الاسبوع، وانت طالع بالاسبوع بالمرتبه نقعد نبدل بقى المراتب بقى. طب ما بدل ما نقعد نبدل المراتب يعني ما نجيب سرير بدورين، انا ورانيا ننام على الدور اللي تحت وانت وسناء في الدور اللي فوق. صح. طب دولا معلش يعني اخر طلب، هو ممكن يعني تنام انت فوق علشان انا عندي فونيا من الادوار العليا؟ فونيا؟ لا، ما دام وصلنا للفونيا يبقى معلش هنجوز احنا بقى سناء المره دي، ومن غير ما تزعل بس يا عم، ولو ما نفعتش الجوازه اجوزها لك المره الجايه. قشطه؟ قشطه. دولا خش بسرعه، خش بسرعه. دلوقتي انا جمعتكم عشان اقول لكم على حاجه مهمه جدا. والله العظيم يا عادل، والله العظيم، ما انا اللي بوظت القميص الاحمر بتاعك، رانيا اللي حطت عليه كلور. ايه ده؟ القميص الاحمر الجديد بتاعي بوظتوه؟ ده انا كنت هلبسه في الحاجه الجديده اللي انا عايز اقول لكم عليها. ايه هي الحاجه اللي عايز تقول لنا عليها؟ طب هو باظ خالص؟ لا احنا ما عندناش حاجه بتبوظ. اقول لك، جيب له بنطلون واعمله بيجامه. بيجامة ايه؟ انا عامل 20 قميص قبل كده، 20 بيجامة. معلش يا عادل بقى، عزلناها البيجامة ال 21. اعزلناها؟ الكلام ده خلص من زمان، اللي هو بتاع اعزلنا واكملنا واشحال وهلبات. المهم ما علينا يا جماعة، انا جايب عريس. عادل، انا قبل كده قلت لك مش عايز اتجوز دلوقتي، لسه بدري، لكن اذا كنت مصمم. مصمم عليا يا ماما؟ انت بتتلككي. انا جايب عريس لسناء اختي. وطى صوتك، انا مش عايزها تعرف خالص. بقول لك ايه، هو العريس ده عنده شقه؟ اعرف يعني، اكيد اكيد عنده شقه. يعني مثلا يعني ممكن تاخد امها تعيش معاها؟ معلش يا طن، انا ما اقصدش حضرتك خالص. لا طبعا تقصدي امها التانيه، مش مهم. المهم سناء هتجيب لها العريس من غير ما تعرف؟ هو ده الحل الوحيد يا ماما. يعني هنجيبها ونجيلك البازار وهو يبقى قاعد بالصدفه؟ لا، انا بفكر اجيبه على هنا. الله، طب هنقول لها انه شافها فين؟ عادي يا طنط، ما طول النهار ناس بتبقى معديه في الشقه، شافها بالصدفه يعني. مهم يا جماعه، انا عارف ان الموضوع ده صعب عليكم كلكم، لكن بجد انا بطلب منكم حاجتين. اول حاجه سناء ما تعرفش خالص، تاني حاجه تحاولوا بقى تمكيجوها وتلبسوها وتكلينوها عشان اول ما العريس يشوفها يتخن. انا كنت هقول يلبس بس يتخم شغاله برضه. بقول لك ايه يا عادل، انت جبته منين العريس ده؟ مفيش يا ماما، شفته مع واحد صاحبي عجبني، عجبته كده يعني. مكتوبه كده؟ بهزر بهزر، اصل انا فرحانه قوي اني سرعت الجواز، الحمد لله يا رب. المهم يعني لما شفته قال لي والله انا عايز اجي ازوركم في البيت عشان سمعت عن سناء اختك كلام كتير حلو قوي وعايز اتجوزها. ده مين اللي ضحك عليه وقال له كده؟ اهو ولاد الحرام كتير بقى. خلاص يا جماعه اتفقنا، اهم حاجه هي ما تعرفش، لان المفروض لو هو جه شافها وما عجبتوش ممكن تتجرح، وانتوا عارفين كويس قوي سناء لو اتجرحت ممكن تعمل ايه، ده ممكن تولع البيت. ايه بص بقى يا استاذ عادل، انا جاي لك النهارده عشان نناقش تفاصيل قبل ما نتجوز يا عم.
عمي؟ حضرتك تقول عمي زي ما انت عايز يعني. هو حضرتك عندك شقة؟ عندي. ده انت اللي عمي. ولا خد يا رمزي روح اتنين اتنين ليمون بسرعة. طب والأستاذ مش هيشرب حاجة؟ ايوه الليمون انا اهو يلا. ماشي يا دولة دوس على جراحي كمان يا تكبر يلا. قول لي يا استاذ عادل اختك بتحب المطبخ؟ بتحب المطبخ؟ يا نهار ابيض ده بتموت في المطبخ، ده ليل ونهار حضرتك قاعده بقى في المطبخ وبتعمل بقى المحمر والمشمر وعصاير وبتعمل بتنجان مخلل. إيه نفسها فظيع. مين دي اللي نفسها فظيع دي؟ صلاة مالكش دعوه انت، دي حاجات عائليه. فين ليمون؟ القهوه قافله. طب روح السوبر ماركت هتلاقي اتنين برتقان يلا. طب والاستاذ مش هيشرب حاجه؟ ايوه ما اتنين برتقان انا اهو. ماشي دوس يا دولة دوس. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ عادل؟ على طول قاعدة في المطبخ؟ ايه ده ما بتخرجش؟ لا هي بتقعد في المطبخ بس 5 دقايق كده، لكن هي على طول بقى بتخرج يعني في الشوارع وبتخرج وبتتفسح، ما مش عارفين اللي مام الشوارع، وبتلبس بقى ايه يعني قصير وشعرها بقى ومنطلقة وحرة بقى. ايه ده ايه ده ده انا بحب الحشمة. لا هي حضرتك كانت بتلبس قصير يعني لغايه اما كانت طفله، اول ما تمت سنتين بقت هي محترمه بقى وبتلبس حشمه طول الوقت يعني. طب بتتنرفز في البيض؟ تتنفس في البيض ازاي يعني؟ تتنرفز عصبيه يعني في البيض؟ تتنرفز في البيض في البيت؟ لا تنرفز ايه؟ حضرتك دي نسمه، نسمه ولا تسمع لها صوت وتمشي كده تحس ان عصافير بتزقزق وكروان بيفرق. ده مين الكروان اللي مين دي؟ صلاة انت مالك انت؟ فين البرتقال؟ ما هما بتوع السوبر ماركت قالوا لي ده مش اوان برتقال دلوقتي. طب ما تصرف يا رمزي هات لنا اي حاجه. طيب في عربيه بليله بره، اجيب بليله؟ هات لنا 2 بليله. طب والاستاذ مش هياكل؟ هو جوه ياكل يلا. ماشي دوس يا دولة. تقعد تدوس على ايه ده؟ معلش دي امور في الشغل يعني مالكش دعوه بيها. ايوه انت بتقول انها هاديه وهدوء وبتاع، انا ما بحبش الهدوء. ايه ده؟ لا 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 حضرتك مش هدوء، ده هي هدوء ثانيه يعني وهي نايمه بس، لكن بتصحى بقى بتولع البيت حريقه بقى يعني طول الوقت وصوتها جايب اخر الناس، وشوف صوت حضرتك وصوتها هيبقوا كابل مع بعض فظيع يعني صراحه. حلو ده. طب بقى بالنسبه للاطفال؟ بتموت في الاطفال، عندها الاطفال دي هم الجنه بالنسبه لها يعني حضرتك. اطفال اطفال بتحب الاطفال قوي. ايوه بس انا ما بحبهمش. هي بتكره الاطفال بتكرههم خالص يعني لدرجه انها راحت اشتغلت مدرسه عشان تعذب الاطفال في المدرسه. بتكره الاطفال. عارف بنتي كانت هتغرقها في البانيو كذا مره بعد كده. جدع. طب على كده دمها خفيف؟ هي طبعا دمها خفيف بس اكيد مش اخف من دم حضرتك يعني. بنت نكته، عارف النكته دي تحس انها بنتها يعني. طيب شوف بقى. او حضرتك نكديه يعني بتكره الضحك على طول قاعده قدام الجزيره حضرتك. جدع. نخش بقى في الموضوع المهم اللي انا جاي عشانه. شوف انا بشتغل موظف كبير في الشهر العقاري، انت عارف بقى ظروف الحياه صعبه قد ايه. مرتبها كام؟ مرتبها؟ مرتبها انت بتسال على مرتبها ليه يعني؟ ايه ده؟ مش هتشاركني في عمال الحياه والمعيشه ولا ايه؟ لا والله يعني حضرتك ده موضوع تتفقوا انتوا الاثنين مع بعضيكوا عليه. بس اهم حاجه ما تبين لهاش ان انت العريس يعني عشان مخبين عليها، نقول ان انت صاحبي. يعني ما تجيش النهارده؟ لا تعال النهارده بس على اساس ان انت صاحبي، انا اكيد مش هيصدقوا ان انا في صاحب كده، بس تعال النهارده كانك صاحبي عادي، وبعدين لما يحصل قبول نقول لها ان انت العريس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ممكن ما يحصلش قبول ولا ايه؟ ده انا عريس لقطه. طبعا لقطه لقطه يعني، بس تعالى حضرتك وربنا يسهل ان شاء الله. عموما هنبقى في انتظارك ودي فرصه سعيده خالص. شكرين انا اصحى. وحضرتك تيجي وتشرفنا او ما تجيش براحتك يعني. ماشي. ايوه هنجي ولا ما اجيش؟